رفضت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل التعليق على المزام حول عملية تجسس قامت بها ألمانيا على تركيا والولايات المتحدة. وقالت ميركل خلال زيارتها إلى لاتفيا إنه لا يمكنها التعليق على أنشطة أجهزة المخابرات، وأوضحت أن تصريحها المتعلق بالتجسس على الأصدقاء كان في سياق خاص بالعلاقات الأمريكية الألمانية. وتواجه الحكومة الألمانية ردود فعل غاضبة من تركيا واتهامات بالنفاق من المعارضة الألمانية بعد الكشف عن تلك التقارير. وكانت تقارير إعلامية ألمانية قد تحدثت عن تجسس وكالة المخابرات على تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي. وذكرت التقارير أيضا أن الوكالة تنصتت على المكالمات الهاتفية لاثنين من وزراء الخارجية الأمريكية، وتحديدا الحالي جون كيري والسابقة هيلاري كلينتون، وهو النشاط نفسه الذي انتقدت من أجله المستشارة أنجلا ميركل واشنطن قبل أشهر واعتبرته غير مقبول على الإطلاق. واستدعت وزارة الخارجية التركية السفير الألماني في أنقرة الاثنين بشأن ما نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية، وطلبت تفسيرا كاملا بشأن التقارير التي قالت إن وكالة المخابرة الخارجية بي إن دي تجسست على تركيا على مدى سنوات واعتبرتها هدفا مهما للتجسس، استنادا إلى وثيقة حكومية تعود لعام 2009. رحاب علاء، رويترز.